على صعيد آخر، نظمت كنيسة ورعية الأم البتول للروم الكاثوليك في بيت لحم مسيرة توبة تخللتها رياضة روحية، حيث جالت المسيرة شوارع القدس القديمة بمشاركة عدد كبير من أبناء الرعية. تفاصيل أوفى حول هذه المسيرة في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. مراحل درب الصليب في شوارع القدس القديمة ابتدأت من أول يوم جمعة من الزمن الأربعيني وتنتهي بالجمعة العظيمة، فقد نظمت كنيسة ورعية الأم البتول للروم الكاثوليك في بيت لحم رياضة درب الصليب بمشاركة الأب جورج هشان والأب عيسى أبو سعدة والشماس فادي أبو سعدة وبحضور عدد كبير من الرعية. فابتدأت المسيرة التي تحمل اسم مسيرة التوبة من المرحلة الأولى من المكان الذي حكم فيه السيد المسيح في البلدة القديمة، وانتهاء بمكان الصلب في تلة الجلجثة. اشتملت رياضة درب الصليب على لحظات تأمل، سجود، صلاة، تراتيل، حاملين الصليب المقدس مرورا بكل مرحلة من المراحل في أزقة البلدة القديمة بالقدس. وهذا الزمن الأربعيني يتيح الفرصة للحجاج من جميع أنحاء العالم ليستذكروا مسيرة وخطوات السيد المسيح التي سار عليها حاملا صليبه المقدس، وهي شهادة ستبقى حية في هذه الأزقة. تشكل المراحل الأربع عشرة أكثر اللحظات دلالة خلال عذبات المسيح وموته. من هنا ومن كنيسة القيامة حيث القبر المقدس تفوح رائحة البخور حيثما اتجهت، فالقدس هي البقعة التاريخية المقدسة في العالم التي تشهد على عذبات وألام وموت وقيامة السيد المسيح من بين الأموات. عند الآلام والموت أنكرني بطرس وأسلمني يهوذا. أين أنت يا يوحنا؟ أين أنتم يا جميع أحبائي؟ أعطني يا رب أن أكتسي منك، متذكر القول البس الرب يسوع. اليوم قمنا برياضة درب الصليب مع رعيتنا الأم البتول في مدينة بيت لحم، مع رعية القدس كنيسة سيدة البشارة، ونشكر الله أنه هذه الرياضة الروحية كانت كتير موفقة. قمنا بداية بالانطلاق من كنيسة سيدة البشارة بالقدس وتوجهنا إلى المراحل الأولى والثانية والثالثة. خلال هذه المراحل كنا منصلي، وهي الصلوات كانت موجهة من أجل إحلال السلام في العالم، من أجل تحقيق الأمان، ومن أجل كل الأشخاص اللي رافقونا بهذه الرياضة حتى ربنا يوافقهم ويبارك عائلاتهم ويحل السلام في العالم. إحنا هلأ أمام قبر المسيح في كنيسة القيامة وفي المرحلة الرابعة عشر، آخر مرحلة كنا فيها. بشكر كل اللي كانوا موجودين معنا، خاصة التلمير اللي رفقنا بدرب هالصليب هذا، وإحنا هلأ في تهيؤ للمسيح لنستقبل قيامته، وإحنا هلأ في صيام مبارك الأربعيني، فنتأمل إنه يكون في سلام عادل ولكل هالمنطقة هذه. في هذا اليوم المبارك مع بداية الصوم نتأمل آلام السيد المسيح الشهيد الأول على أرض فلسطين، ونستذكر معاناة شعبنا التي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، ونصلي من هذا المكان المبارك لكي يعم السلام وأن تتحقق القيامة المجيدة بالانتصار على الموت، بأن يتحقق قيامة دولتنا الفلسطينية على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية في هذا المكان المقدس وفي هذه الأرض المقدسة. نحن عبيدك يا والدة ليلى، نكتب لك آيات الغلبة يا قائدة قاهرة، ونقدم الشكر لك وقد أنقذنا من الشدائد لك.
لك العزة التي لا تحارب. أعتقنا من أصناف المخاطر لكي نصرخ إليك افرحي يا عروسة لا عروسنا. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة القيامة القدس.